من عاش فترة الثمانينات والتسعينيات وكان محباً للسينما والدراما السورية لابد أنه عرف صباح السالم أو آلف شكلها، حتى وإن كانت الأعمال التي قدمتها قليلة، والتي كان من بينها فيلم الحدود الشهير بطولة الفنان دريد لحام، بالإضافة إلى مسلسلات وأفلام عديدة حققت لها شهرة واسعة حتى نهاية التسعينيات، لتختفي بعدها اختفاء غريبا عن الشاشات والمناسبات العامة بظروف غامضة جدا. هذه الظروف سمحت للإشاعات والقيل والقال بالانتشار، فمنهم من قال إنها توفيت، ومنهم من قال إنها هاجرت، والكثير والكثير من الأقاويل الأخرى. لكنها وقبل يومين ظهرت أخيرا في لقاء صادم جدا مع موقع اندبندنت العربية، لتقول إن سبب غيابها كان السجن لأكثر من 12 عاما بتهم كيدية لم تصرح عنها بالتفصيل. صباح أيضا تحدثت عن المكائد التي عانت في شركة عملت بها في مجال الصيدلة وهو تخصصها الأساسي، فقد قالت إنه عندما اعترضت على صفقات مشبوهة في هذه الشركة انتقم منها مدير المعمل بأن دس لها مادة الهيروين المخدرة في فناجين القهوة الخاصة بها عبر عملائه، مما تسبب في إدمانها بحسب ما قالت. لكن وبعد عودتها للواجهة من جديد ظهر سؤال ملح، وهو هل ستعود إلى مهنة التمثيل التي أحبتها؟ الجواب كان واضحا من قبل نقيب الفنانين السوريين الذي قال بتصريحات صحفية إن قانون النقابة لا يسمح بذلك، فمن ضمن الشروط الأساسية هو عدم وجود أحكام قضائية مسبقة.